القاعدة المطلبية فيها 20 مطلب. المطلب الأساسي هو رحيل المدير العام وكذلك سلم الدرجة اللي هو لي زيشلون الذي تم منحه، ولكن مع نقصان وخطأ في هذا المنح، والذي الإدارة لم تريد فتح أبواب الحوار. رحيل المدير العام مازال ما تحققش من ماي لحد اليوم، ولي زيشلون هضرنا عليهم باه يعطيوهم لنا، عطاوهم لنا ناقصين وكاين خطأ فيهم. ترجي مشينا للإدارة باه يصلحوا الخطأ هذا، غلقوا علينا باب الحوار. المطالب تاعنا أولا هي أن رحيل المدير العمال، قال لك المدير العام ما نحتاجوش هو ومديرية مديرة الموارد البشرية واللوجيستيك، هذوما السببين الرئيسيين. وهناك عدة إطارات تشغل مناصب فهمت أكبر منها بما تعمل المنصب أكبر منه.